شعوري باني يا ريت يتم الغلابه والمشاريع بتاع البلد والمستشفيات وبتاع التربيه والتعليم والحاجات اللي هي خد بالك يصلح فيها. يعني النهارده الدكتور محمد مرسي فاز بالرئاسه، تطلب منه ايه حققه للشعب؟ الشعب اللي هو الشعب اللي طالبه الشعب ينفذه، اللي طالبه الشعب ينفذه. اللي طالبه الشعب ينفذه. ايه هي المطالب بتاعت المواطن البسيط؟ الشعب خد بالك اللي هي البطاله الصحه، الناس المتخرجين المتعلمين متخرجين خد بالك وقاعدين في البيوت دول يتوظفوا في سدك، والشباب الصغيره بدل ما تقدر تيجي في الشوارع في سدك تتنظم برضه يعملها مشاريع وتشتغل فيها. والله دي حاجة جميلة واحنا كنا نتمنى كده، واحنا مع الشرعية ايا كان. تطلب ايه من الرئيس دكتور محمد مرسي؟ اطلب ان البلد تبقى ديمقراطية وفي توازن بين القوى في البلد السياسية، وبقى في مصالحة ونتصالح مع بعض كلنا عشان خاطر مصر، وكل الجبهات اللي كانت متصارعة ديت نبقى كلنا ايد واحدة عشان خاطر بلدنا. في رسالة تانية تحب توجهها لدكتور محمد مرسي؟ لا شكرا. شكرا ليك.